هل هذا يعني بأن التيار وأتباعه لربما ينزلون إلى الشارع مثلا؟ طبعا هو هذا الوارد، لكن لا ننسى بأن هنالك خطوة هي قبل الاستقالة، هو رجح الذهاب والبقاء في المعارضة، وأتصور بأنه سوف لن يبقى في المعارضة، بمعنى أن تتشكل حكومة وتكون الكتلة الصدرية في المعارضة. بكل تأكيد اليوم الإطار التنسيقي في ظل هكذا نتائج انتخابات، عدم تغير نتائج انتخابات وثبات موقف الصدر على مشروع، لا أتصور بأنه ستتشكل حكومة وسيكون الصدر أمام الخيار الأول. هو طرح خياران، الأول المعارضة والثاني هو الاستقالة، وأتصور بأنه هذا ما يريده السيد الصدر وتريده الكتلة الصدرية، مسألة استقالة وتتغير الخارطة. إذا ذهبوا بهذا الاتجاه بكل تأكيد الاستقالة تعني المعارضة من الشارع والمعارضة من المجتمع العراقي وليس من داخل البرلمان، وهنا أتصور بأنه مكمن الخطر بالنسبة للإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي الذي لا يريد أن يتكيف مع المتغيرات هو إما أن يحفظ سلامة البلاد بالاعتراف بنتائج الانتخابات والسماح للصدر بتنفيذ مشروعه، أو أن يتصدى لتشكيل الحكومة، وآنذاك ستكون المعارضة ليس فقط من الكتلة الصدرية على مستوى الشارع. نود أن نشكرك على انضمامك معنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور مهند الجنابي، شكرا لجنابكم الكريم.